الخيال واحلى النحال لما يتبدل الحال بحب العيال. بيحب باين عليك او كان متاخر قوي.
تلاقي صفات الحب منتشرة فيه. أعتقد إنك وصلت للحب. لا ما حصلش، أصل هو من أهل المحافظة وكلهم بيكرهوا بعض. وأول لما بيتولد عندنا طفل بنعمله إزاي ده وجوز، وبعد 3 شهور بنعمله عملية إزالة الحب؟ بالجراحة، بالإشعاع، عشان نضمن كل خلايا الحب تموت. سامع بالإشعاع؟ ما فكرتش في حاجة زي كده؟ فكرت يا هنا بالإشعاع. وبعدين؟ لسه في مرحلة التجارب. والتجارب دي هتخلص امتى؟ جلالتك عارفة إن ده محتاج تعاون كبير من الأطباء البشريين وعلماء السرطان. أيوه أيوه دي المحاضرة. دكتور طوبار، أنت عارف إن أي حد بيشغل شعار بطريقة منهجية ملوش مكان وسطينا؟ عارف يا جلالتك. وعارف إنك المسؤول عن ظهور أي إصابة بالحب في أنحاء الكوكب؟ عارف يا جلالتك. وعارف إنك دكتور بايظ وما تنفعش. يا مولاتي إلا يا مولاتي الهدوء يا مولاتي. في إصابات جديدة ظهرت يا دكتور، إيه السبب؟ قطعا صدفة يا مولاتي. صدفة؟ مفيش حاجة اسمها صدفة. قلنا في علم يبقى مفيش صدفة، قلنا في منهج علمي يبقى مفيش صدفة. فاهم يا بصراط؟ والصدفة علمي يا مولاتي. الحكاية المعروفة إيمانا إن الإنسان له كلمتين، ومع ذلك وجدنا حالات الإنسان فيها بغية واحدة، فلا شك إن حالات الحب اللي ظهرت كانوا شادين لها خطأ من النوع ده. برضه مش فاهم. كل طفل بيتولد بيعملوا عملية إزالة حب، وفي تفتيش مستمر على دفاتر المواليد ومكاتب الصحة، إنما الإحتمال الكبير اللي أنا شاكك فيه إن في بعض الأطفال مخهم شاذ، خصوصا إن الجزء اللي بسبب الحب جنب الجزء اللي بسبب الكراهية، فجايز يكون الدكتور أخطأ. أخطأ؟ مفيش حاجة عندي اسمها أخطأ. قلنا في علم يبقى مفيش أخطاء، قلنا في منهج علمي يبقى مفيش أخطاء. فاهم يا مصراف؟ أنا قصدي إن سبب الإصابات يرجع لأن العملية اللي اتعملت لهم استأثرت الجزء اللي بسببه الكراهية. سيادتك هتسكت؟ أنا مش هسكت يا مولاي. أمال هتعمل إيه؟ هشكل لك. ومن ناحية تانية هبلغ مكتب مكافحة العواطف الضعيفة عشان يحقق الموضوع. مستنيين إيه؟ ما تتحركوا مصراف. مجلس الأكاديمية لسه ما انتهاش حل المشكلة اللي بيبحث فيها؟ أنا لسه بيبحث فيها يا مولاتي، وكل اللي بيقدم تقريبا الأبحاث اللي بيقوم بيها. وبس! سيادة تتم المشكلة على مجلس الأكاديمية! وتسكتي أنتِ؟ لا يا مولاتي، أنا اتخذت اللازم. حلوة وقفتي اللازم. عملت إيه يعني؟ أولا أنا وصلت بقيت المحطة ووصلت كل السفارات والقنصليات ومحطة الفضاء، وبعد ما قلت بقيت قلت ايه في البيان؟ نظرا للتواضع الجم الذي يتحلى به الامير سنجاف، ونظرا لشعوره الدائم انه احد افراد الشعب، فانه يخدم نفسه بنفسه دائما ويرفض ان يقوم بخدمته احد. وقد حدث بينما كان سموه يخرج بعد البندق من احدى السلع الملكيه انحشرت يد سموه الكغيمه في الزلعه ولم يستطع اخراجها بالرغم من كل المحاولات الملكيه التي قام بها سموه هذا. والقصر الامبراطوري يتقبل المشكله بصبر نبيل يدعو للاعجاب. من امام القصر الامبراطوري كانت معكم تشريتشر ام سلمى. حاطط في عينيك ايه؟ ولا حاجه يا مامتي. اصل في يوم لما عيال غريب
اعجابي مريض غصب عني. ما تنسيش ان انا واقف قصاد اجمل انسانه في الكون. الكلام ده يعني ايه؟ يعني ايه اجمل؟ الكلام ده انا قلته في قاموس قديم عندي، لكن الالفاظ اللي من النوع ده رميناها. الكلام انه يكون صح وانه يكون غلط، وصح بنسبه كذا وغلط بنسبه كذا. ده رايك يا مريض؟ بصراحة أنا محتارة، الكلام ده أخدته في الأكاديمية لكن مقبلهاش. معلش إيه؟ طب ما تقولي كده من الاول وما تشتغل المقدمات. استحيل
بيه يا سماعة؟ ده انا شايل الحياة كلها مصدر. دكتور مين مش مسؤول عن حياتي. انا اللي بحبك. لا انا بحبك. لا يا لا. لا. حلو. اعتراف صغير. انا مش صغيرة. انا عندي 52 سنة. انت عندك كم سنة يا ميكي؟ 20 سنة. يا ريت. ده انا اكبر منك بكتير. بس انا بحبك. لا يا رب. لا. انت اللي بقى بتفتح حياتك بسرعة. يا وزير نصرات كفاية. مفيش تفاهم. لا عاوز تقول قول وافتح حياتك. يا وزير نصرات الله يهديك. لا يمكن. أنا قلت لا يمكن. يعني لا يمكن. يا مولاتي. لا يا دكتور مين؟ لا. ما ده مفيش عليك. انت اللي بتفتح حياتك. أنا اللي عاوز المحقق. أنت اللي عاوز. أنت اللي هتخليك كده. أنت اللي عاوز. يا ستي خليك في مكانك. هتعوز المحقق ليه يا وزير؟ هتعوز المحقق ايه يا وزير؟ هتعوز المحقق ايه يا وزير؟ وزير هيعوز اه يجي يحقق في موضوع الحنفيه. ايه بتقول ايه؟ ها قصدك ايه؟ جلاله الامبراطوره كانت في حنفيه بتنقط جنبها، صح؟ صح. الحنفيه كانت بتقلقها وبتخليها ما بتعرفش تنام، صح؟ صح. دكتور ميدو، ايوه. لما بيكون عندكم حنفيه بتنقط في الارض بتعملوا ايه؟ بنعمل الشرح. هو ايه الشرح ده؟ بنغيرها جدا. لا سياده الوزير نصرات ما يعملش كده عشان هو انسان مفكر، انسان علامه. لا لا انا علامه. لا لا انا علامه. لا لا انا ركزوا معايا. احنا معاك اهو. يقوم يعمل ايه بقى؟ يبني قصر تاني بعيد عن الحنفيه اللي بتطلع. بقى تاني هو انت بقى كده. ما تتكلم في اختصاص اكتر. هو بعدين لو كانت تبنيها كده او غيرها كانت هتبقى ارض الطبيب. يبقى كده مش كلمه حل جذريه. حلوه حكايه جذريه. ايوه ايوه حلوه حكايه جذريه. بلاش الحكايه دي. خلينا في حكاية الكوكب اللي ضاع. ده انا اللي ضاع. كوكب يضيع؟ ايوه كوكب شنكار. سيادتها سرقت الكوكب ومكتمة عليه ومشغلاه لحسابها. قال ايه؟ الكوكب اتعمله محضر استهلاك. انا هبلغ الامبراطورة بنفسي. يا دكتور تبار اللي فات. مفيش تفاهم. يا دكتور مين؟ ولا مالي يعني ايه؟ يا دكتور تبار. انا قلت لا يمكن يعني لا. يا جماعة انا واقف عندكم، انتوا ما قلتلوش ولا ايه ولا ايه؟ تعالي. موضوع جوازي من البلش كان نزحت الرضا. لا لا اتجوزي. ايه ده فعلا؟ 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 ما تبث بقى. مش كل اللي عليك ان انت تفرملي بالك شمسات. ازاي؟ انا ما اعرفش ازاي. انت اللي تعرفي. امال فتحت تسرقي كوكب؟ يا جماعه اصل كل كنت في ايه؟ معذوره في كوكب؟ انا معذوره. لا لا لا. يا مولاي دكتور ميدو غريب عن الكوكب وفنون الامبراطوريه بيستخدموا في مجلس الاكاديميه في الحالات اللي زي دي. وده اشكال يا مصراش. اعرضي الامر على مجلس الاكاديميه وكلهم معارفك وتوصيه صغيره منك الموضوع يخلص. انا ما عنديش مانع. انا اللي ما عنديش مانع اكتر منك. ما خلاص يا دلوقتي اسكت بقى عشان نشوف بعض الناس في المطار كده معقول. امشي انا. مع السلامه يا تبار. طيب امشي انا. مع السلامه يا ميدو. مع السلامه يا تبار. مع السلامه يا ميدو. ما ولا يا فندم احنا بنتعب يا فندم احنا بنعلق يا فندم.
رحم الله. العلق اللي عامل زعل. ايوه كده تمشي. والحاجه اللي تخلي موقفه سيء يا عيني، واللي جسمي تتضم عليه اكتر واكتر يا عيني، ومضطر بالحب في قضيه ثانيه. بصي مصاب بالحب؟ لا لا يا سيدي الوزير، ده مضطر بالحب العام مع خطه الاسراء والترسل. وهو فين دلوقتي؟ موجود. اديني مكتب التحقيقات. معاك مكتب التحقيقات. قول له مين؟ قول له سام. مكتب سام ماستر. ابعتي لي بكره بس. انا كنت قاعد باكل عيش وبصل جنب التربه. انت راجل يا مجنون، انت الله يخرب بيتك.
مش هبسط. جلالك امبراطور السما التامة والاقمار الثلاثة. ونقول ايوه اهو كده الانسان يمشي مظبوط مع اهو طبعا المعقول يكون كده.
نشوف رايح صحيح. عشان كده رحت اسحب كتب التشريح القديمه من السوق، وبالتالي الجزء اللي بيشيلوه هو الجزء اللي بيسبب الكراهيه. هو ده اللي حصل. واخيرا جه اليوم اللي انا مستناه، اللحظه اللي طول عمري استناها. كل الشباب اللي من سن شهوار بيحبوا دكتور مين؟ اللي بيحب على الطفولات اللي بيعملوا الانسان اللي بيحب عندنا في الارض بيعمل حاجات ما تخيلهاش يا دكتور نجار. بيشيل جبال، بيحول انهار، بيغير تاريخ. ابسط حاجه الحب بيشغل كل تفكيره، ما بيبقاش عندهم وقت ان هم يأذوا حد. يعني اللي انا عملته ده مش كفايه؟ الخير انك ما كنتش عملت اللي انت عملته. اسمع، في صبح حد جاي، خد الجهاز ده خليه معاك عشان اسمع كل تحركاتكم. خليك هادي وبارد مع مجلس الاكاديميه، وما تظهرش كتير مع الامير الشهوار عشان ما حدش يشوفك. خد بالك بنفسك يا دكتور طوار. عندك المستقبل مش هتبقى صعبة عليك عشان تحب
يا زلعول. اعترض زلعول ده هيا اعترض تاني يا زلعول. اعترض يا زلعول على تاريخ بس اتصرف زلعول. اعترض علي خاطف طبعا زلعب سلامي في اقشع ماني تصري الزلعه عايزي الاشكال جزئية يعني مش هيمنع وجوه اشكال جديد من نفس النوع كده لو جبنا كل الزلعول يعني مفرد زلعه اللي موجوده في الدنيا ولا هتموت وكسرناها طبعا في استعاده زمنيه وده حل سطحي جدا. عايز تقول ايه يا دكتور ميدو؟ قدام مجلس الاكاديميه لكن اكتشفت ان احنا عزام احنا بشوات كتير قدام مجلس الاكاديميه احنا بشوات ولادي انا عايز انضم لمجلس الاكاديميه. لقد اثبت الدكتور ميدو مما لا يدع مجالا للشك انه زاهد وابن عالم وابن عالم من الطريقه العلميه التحليليه التي سوف يتكلم بها. فين السنوغرافيا في الموضوع؟ فين؟ الكوكب بين عندكم كلها قد ايه؟ يا ده موضوع كبير جدا على حسب القانون القديم كل 20 سنه
وبتاع في البحث، مش لما نخلص موضوع السلع لما نشوف موضوع جوازها. استنى 50 ثانية عشان تحل اشكال السلع بطريقتكم دي. ما تستنى يا اخي ايه مالك؟ في مليون مال! انتوا لازم تعيشوا كتير، حياتكم فاضية، ما بتصدقوا تلاقوا كنازة عشان تشبعوا فيها لقمة، انما انا حياتي قصيرة، قصيرة جدا، يلا لو ضيعت نص ساعة من عمري في حاجة تافهة، عمري كله قضية. نغير احنا بقى طريقة شغلنا عشان حضرتك عمرك قصير. انت بتشكك في المجلس؟ مجلس ولا مجلس؟ هو اللي بتقولوه ده اسمه علم. ميدو! سيبيني يا شعورة اتكلم احسن فوق بيا خلاص. كل الحكاية هما فيها يا ولادي انهم عايزين ياكلوا ويشربوا واسم العقل والعلم. هما بيصدقوا أي حاجة. أي حاجة. عشان يقدروا يطولوا يطولوا ويبانوا إن هما مهمين وإن الكوكب ده من ضرهم. لا ده كتير. كتير. بقى مستكترين كلامهم مش مستكترين اللفة اللي بتعملوها. لا. بتسمي العلم لفة. بقى لسه مقتنعين بحكاية العلم دي. عيب ناس كبيرة في النوم بتقول حاجة عن العلم. عيب يا ولد. عيب يا مدام. خلوا الولد يسجلنا من جيزه وخلونا نتجوز ونخلص. إذا كان هو ده غلط إنك تتجوز الأميرة شهوار. اسمح لي يا عزيزي اسمها فقط. أيوه فقط. اتجوز أي واحدة يا أخي. أي واحدة قلت عليها يا أخي. أي واحدة قلت زيي يا أخي. وراح تتجوز أي واحدة. أه إيه يعني؟ إيه طويلة وقصيرة؟ الواحد بيتجوز اللي بيحبها؟ اللي يختارها. قصدك اللي بيحبها؟ لا يا مشروع، مين ما يشوفش كده؟ بيحبها؟ أه بحبها. حاجة تزعل، حاجة تخوف. لا يا دكتور مين، إحنا مش هنحب، مش هنتجوز عشان بنحب بعض، إحنا بنتجوز عشان إحنا زمر. لا أنا وأنت بنحب بعض يا شهوار. ها؟ مبسوطين؟ مبسوط يا أسراب؟ أنا وشهوار بنحب بعض. عاوز صوتي يسمع كل الناس. أنا وشهوار بنحب بعض. أنا وشهوار بنحب بعض. شهوار ما تنكريش إننا بنحب بعض. الواحد لما بينجح حاجة جميلة ما بيبقاش ليها قيمة. كفاية اللي ضاع من عمركم، ما تشيلوش الحب من قلوبكم. خمنوا معايا، كفاية اللي ضاع من عمركم، ما تشيلوش الحب من قلوبكم. ما تشيلوش الحب من قلوبكم. ما تشيلوش الحب من قلوبكم. We'll be right back.